السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں, تو ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے خدمت میں حاضر ہوں. اور سورہ الحجر ہماری چل رہی تھی, پارہ نمبر 14, رکوع نمبر 2 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج رکوع نمبر 3 پڑھیں گے, آیت نمبر 25 سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ صَلْصَالٍ لام میم دو زر لم صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ حمزہ میم دو زر ام حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ جیم نون مد زبر جان نون زبر نا والجان خلقناه من قبل من نار السموم نون علی زبر نا را سنزر نس را سنزر رس من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ آگے دیکھیں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ حمزہ زبر آ کاف لام پیش کل اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون آگے دیکھیے. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة عليك الكاف لام زبر کل وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ آگے دیکھیے گا. وقت المعلوم قال رب بما میم الف مد زبر ما زیادہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. قال رب بما اغویتنی لأزینن لام زبر لا حمزہ پیش او لا او زایا زبر زی لا ازی یادری لا ازینن لهم فی الارض ولا اغوینهم وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ عَلَيَّ ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم. دیکھیں یہاں ایک رکوع ہو چکا ہے, لیکن میں دو رکوع پڑھاؤں گا آج, کیونکہ اس کے بعد
बहुत छोटा रुकू है, ठीक है, आगे देखिए। وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ غِلٍّ لَام زِر غِلٍّ لَام دُو زِر لِن مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ। रा पर जबर और पेश होता है तो रा मोटा करके पढ़ा जाता है, सुरूरुम, सुरूरुम नहीं पढ़ेंगे, सुरू रा, रा मोटा करके, ठीक है, सुरूरिम मुतकाबिलीन। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। नब्बी बा हमज़ा ज़ेर बी نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال فمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم।